يعرف السيد داودي، خاصة طرحت واحد السؤال، أهم سؤال اللي عندك هو فين غادي نديروا هذا المشروع هذا؟ واش المناطق الصناعية ولا شي حاجة أخرى؟ لأن ماشي عاجب لينا. هذا المشروع بدا تقريبا هذه واحد أربع سنين عامين ونص، وكاينين الناس المستثمرين اللي دخلوا فهمتيني، وكانوا شي عراقيل اللي هي متعلقة بالمكان ديال هذا، غادي نخليهم هما يجاوبوا لأن كيعرفوا هذا الشيء. الباقي فهمتيني، هذا مشروع كاي مشروع غادي يديروا كيف ما كان المشروع، ما كاينش اللي كاين هذا، ولكن هذا المشروع فيه واحد الحاجة، غادي توجد واحد المنتوج اللي هو غذائي اللي خاص يمشي للمستهلك، وكاينين قوانين فهمتيني، خاصة القوانين اللي كتطبق ديال السلامة الصحية ديال هذا المنتوج الغذائي، كاينين قوانين صارمة، ماشي حيت ديك كتسمع صارمة كتعرقل ولا شي حاجة، قوانين اللي غادي تخليك تخدم هي حال المشروع غادي يخدم في ظروف اللي المنتوج ديالو عمر ما يشكل خطر على الصحة ديال المستهلك، هذا هو المعنى ديالها. واللي هي نفس القوانين المحمودية في العالم، وعاد حنا عارفين المشاكل اللي عندنا، الناس اللي كيجيو ماشي يعطيوك الرخصة ديالهم صا كيتساعدوا كما شرح الدكتور الداودي، والدكتور الداودي حنا جبنا المخصص واستاذ جامعي ومخصص في هذا الميدان باش يواكب هذه المشاريع حتى كياخذوا الاعتماد ديال المنصب. وبالتالي هذا المشروع هذا حاب هذا لو شي واحد كان في الدجاج في القطاع ديال الدواجن كمنتج او لا كبايع ديال الدواجن اللي كيعرف شنو هو الدجاج قبل فهمتيني، قبل ما يدخل شي واحد اللي ما عرف والو، الا ما كيعرف والو خص يدخل مع شي واحد اللي كيعرف. الباقي الاليات ولا شي حاجه موجودين في السوق فهمتيني، ما كاين ما تصنع، هادشي موجود في السوق. اليوم الفيدراليه البيمعني لقطاع الدواجن ضمت واحد اليوم تحسيسي حول المجازر العصريه للدواجن، وبالضبط حول واحد النوع ديال المجازر اللي كيتسمى منخفضات الانتاج اللي ماشي هي المصانع الكبرى، المجازر الكبرى مجازر صغيره. وعلاش؟ لانه كتعالج واحد النقطه اساسيه ومهمه فيما يخص نشاط قطاع انتاج الدواجن في المغرب. كلكم كتعرفوا بانه الدواجن كتنتج في ضيعات، هاد الضيعات هذه مرخصه من طرف لونسا، وكتلزمها بضوابط قانونيه جد صارمه فيما يخص الصحه ديال الدواجن. وبالتالي الدجاج اللي كيخرج منها كيكون سليم 100%. فين كيبدا عندنا المشكل؟ ملي كيدخل لقنوات التسويق، لانه بدل يمشي قنوات التسويق اللي موجوده في الدول ديال العالم كامل اللي هما المجازر ديال الدواجن عاد تمشي للمستهلك، حنا عندنا الاغلبيه ديال الانتاج كيمر عبر القطاع المهيكل اللي هو تسويق الدجاج الحي. غالب الاحيان كدوز الامور بخير وعلى خير، ما في حتى شي مشكل، ولكن مره كيكونوا مشاكل، لانه هذا القطاع هذا الصيغه الاساسيه ديالو هو بانه ما عندهمش رخص، قطاع غير مهيكل وقطاع غير مراقب، وما يمكنش الدوله تراقبه. اللي كيدير المراقبه ديال المنتوجات الغذائيه هي لونسا اللي تابعة لوزارة الفلاحة، ولونسا كدير المراقبة في الأماكن اللي يمكن دير فيها المراقبة اللي هي المجازر. مصدر صناعية صغيرة أو كبيرة خصها تكون بحي صناعي، ما كاينش غير حي صناعي، ما كاينش، وماشي أي صناعي. نعطيك مثال، الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء ممنوع، ما كاينش، كاين دي كارتي اندستريال ولكن الباطوار ما عرفتش كاسمو الزون هذا ما كيدوش فيها، الدكتور يفهم هادشي كثر من كاتيجوري ديالها. فوالا كاتيجوري اكزاكتوم، الدار البيضاء خصو يمشي للسطاك حد السوالم هذا ومزيان للناس فهمتي. اذن هذا هو المشكل، والناس الا عندك الارض في هذه المنطقه هذا هو معلومة الاولى خصها تكون عندك، مكان فين غادي نوصلو باش تكون تيقن بانه راه مقبول، لا من طرف المنصة من طرف الجماعه من طرف لا بلاتفورم، ما كاينش مشكل. الا عندك الشروط ديال الفونسي ديال الارض فيهاش مشكل، كلشي داكشي كيدوز مزيان. عندنا جوج دابا، واحد خدا في شبه صناعي ولكن مسموح فيه الباطوار، وواحد حي صناعي مسموح به الباطوار،
داو الرخص ديالهم راه خدامين خدامين وقريب يكملوا خذوا الرخص انتي هذا اشكال. هذا النهار هذا جينا لطنجه عارف اليوم الدراسي والتحسيسي للناس اللي باغيين ينخرطوا في الاستثمار في مجازر ديال الدواجن ذات كل ذات سعه منخفضه. وهنا الفيدراليه انخرطت في هذا المجال للاستثمار لانه بغات تواكب هاد الناس اللي باغين ياسوا مجازر هاد المجازر. علاش؟ لانه كاين طبعا ترسانه قانونيه للدوله والحكومه عن طريق الونسا تتستر بانه اي واحد باغي يزول شي نشاط في مجال الذبح والتقطيع ديال الدواجن تبدا ضروري يكون عنده ترخيص واحد الاعتماد بيطري اللي هو لاغريمون سانيتير فيتيرينير ولا ترخيص اعتماد صحي في هذا المجال. فلهذا الفيدراليه ارتأت باش حنا نواكبوا هاد المشاريع حامل المشاريع باش نسهلوا عليهم هاد الماموريه فيما يخص تعداد هاد الملف المطلبي ديال اللي غادي تقدم للونسا باش يكون عندها واحد الشروط الصحيه ملازمه باش تدير واحد الانتاج ديال المنتوج السليم اللي ما يضرش المستهلك. لانه القانون ديال الصحه والسلامه الغذائيه اللي هو 28/07 اللي تيلزم على اي كان باش يكون عنده هذا الترخيص. وحنا غادي نتكلفوا ليه بالاعداد هذا الملف ونسهلوا ليه الماموريه وباش يقدم المنتجات السليمه ويحيد من العشوائيه وبالخصوص الناس الرياشات اللي ما عندهمش تراخيص باش ينخرطوا في هذا المجال ويكون واحد تجمع ولا كوبيراتيف بيناتهم باش يديروا هذه المجازر. بانه هذه الرياشات هذو كلهم كيعرفوا بانهم هما في قطاع غيب وهيكل ومع كل اسف انا ماذا بيا تكون عندهم الرخصه حتى واحد ما عندوش الرخصه. حتى واحد شنو كتعني شنو كتعني حتى واحد ما عندوش الرخصه وعايش فيه هو وغادي يعيش فيه ولادو وغادي يعيش ولاد ولادو فهمتيني. النهار اللي بغيو يسدوا لي غادي يسدوا لي حيت ما عندوش الرخصه ما عندوش الرخصه ما عندوش الرخصه.